تنين الكومودو، وما أدراك ما تنين الكومودو. بيجري ورا الغزالة، اجري وانا اجري، هو يجري وانا اجري. جيك التنين الكومودو عمل ايه؟ جاب مسك الغزالة بقى وقال لك انا عايز اقعد بقى مزمز فيها في وسط الشجر والغابات، ومش عايز حد يزعجني ولا مصور يقعد يصورني وانا باكل ولا اي حاجة. دخل بقى جوه، طبعا المصور مش هيسيب، هجيبك هجيبك يا ابني، انا خايف عليك ليسيب الغزالة ويجي لك انت. بس برضه ايه وراه يعني، وراه والله ما هسيبه، والله ما هسيبه. جه برضه ايه ورا تنين الايه، تنين الكومودو، وعايز يشوف بقى ازاي وهل وكيف ياكل هذه الغزاله الجميله. وما شاء الله بياكلها ببق واحد، بس هو طبعا بيكسر ايه ضلوعها او العمود الفقري عشان خاطر ايه زي كده ايه السناكس كده، بياكلها كده زي السناكس زي معنا شايفين كده. وما شاء الله يعني ايه بيروج على حاله بايه بغزاله حلوه كده. طبعا تنين الكومودو ما شاء الله البطن بتاعته تعتبر بطن حديديه، لان طبعا جواها احماض بتدوب الحاجات دي كلها، مش زي الانسان بقى لازم يشفيها كده ولازم ياكل كده ويمزمز، ولا حته الدهنه لا انا مش عايزها، ولا حته اللحمه الحمراء لا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا دلوقتي ان ما شاء الله تنين الكومودو ايه قفش الغزاله، ومش هيحلها غير لما كلها كلها يعني ما شاء الله عليه يعني. واتمنى من الله عز وجل ان انا ما اقابلوش في حته يعني، ولا انا ولا هو نتقابل في مكان واحد يعني، ده اتمنى ذلك. واتمنى ليكم جميعا دوت السلامه ان شاء الله يعني. طبعا هو لغايه دلوقتي المصور مصمم ان هو يصور لاخر لحظه وهو بياكل الغزاله، يا غزال يا غزال يا غزال يا غزال، كل يا حبيبي كل بألف هنا وشفا على. طبعا في ناس تقول لك طب هو فين رحمه ربنا في الموضوع ده؟ رحمه ربنا هو في التوازن البيئي، لان ما ينفعش ولا التنين الكومودو يتكاثر قوي قوي، ولا ينفع الغزلان تتكاثر قوي قوي قوي، لان لو ده تكاثر قوي وده تكاثر هيحصل خلل بيئي. فسبحان الله ربنا عز وجل جعل الحاجات دي بتبقى فريسه للحيوانات، وكلهم فرائس معظمهم فرائس لبعض يعني. تنين الكومودو دوت ممكن بيخاف من اسد مثلا، اسد ممكن ياكله، لان ده لازم سبحان الله يحصل توازن بيه. حتى في استراليا مثلا ولا حاجه عندك الفئران كتيره جدا. طب ليه كتيره؟ لان مفيش قطط. ليه مفيش قطط؟ لو في قطط هيحصل عادي بقى، يحصل توازن بيه، اه يبقى في فريم بس مش كتيره بكتر. فلازم الحاجات دي محدش يقول طب فين بقى رحمه ربنا في الموضوع. طب لا مفيش، رحمه ربنا موجوده والتوازن البيئي موجود منذ الخليقه يعني. فسبحان الله هو دلوقتي طبعا مزمزه اهو وبياكل، وما شاء الله عليه وعمال ياكل، بس هو بياخد نفسه شويه واحده واحده، لانها ما بتتبلعش مره واحده كده، لانها لو اتبلعت مره واحده هتقف في زوره. ايوه شوف بقى هو ايه بيمزمز بقى واحده، فاضل ايه؟ فاضل كده ايه الرجول بقى خلاص كده، هو كده بيفنش اهو واحده واحده على الهادي. انا مش مستعجلي، وانا مش مستعجل عينيا، احنا قاعدين هو بقى عمال يمزمز، والمصور ايه بقى من بعيد كده عمال يصوره، وهو لو لقطه هيجيبه من رجله، مش هيسيبه والله العظيم. ثلاثه شوف بقى واحده واحده وعمال ياكل اهو. وايه وخلي بالكم التنين الكومودو فيه نوعين، في سام وفي غير سام يعني، يعني لو عض حد ممكن ما يموتوش عادي يعني، ده عض عادية جدا. وفي من النوع التاني نوع سام برضو، لو عض حد ممكن يموت بس من الايه مجرد العض يعني. وهو سبحان الله من حكمة ربنا ان هو مالوش سنان يعني، لا هو بيبلع على طول يعني، مش اللي هو زي الاسد مثلا ياكل ويعضعض والكلام، لا هو بيبلع على طول، بياخد الفريسة زي ما انتم شايفين كده وايه ويبلعها على طول. طبعا بالهنا والشفاء على قلبك يا عم تنين الكومودو، واتمنى لك غذاء كويس جدا. اكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا شفتوه قبل كده ولا لا، بجد لايك.